زي ما اتكلمنا على محترفينا اللي بنسلط عليهم الضوء بشكل كبير، في كمان محترفين خارج الضوء يعني عايزين نتكلم عنهم ونديهم حقهم، منهم طبعا محمد بدر. محمد بدر لاعب مصري بيحمل جنسية جبل طارق، والحقيقة انه محمد بدر بيلعب لنادي يوروبا اف سي وعنده 31 سنة، لعب 9 مباريات لمنتخب جبل طارق ولعب مع فرقته 3 مباريات منهم مباراة في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، ولعب كمان في مصر لأندية أسوان والشرطة. كل اللعيبة دي الحقيقة واحنا بنتكلم عنها بيبقى فيه إحساس بالفخر، وبنتمنى ان احنا نشوف، وخصوصا ان كتير منهم يعني صغيرين في السن، بنتمنى ان احنا نشوف مستقبل كمان اكبر ليهم. كمان من محمد بدر هنروح ليحيى نادر. يحيى نادر طبعا لاعب مصري بيحمل الجنسية الإماراتية، عنده 22 سنة وبيلعب لنادي العين الإماراتي، وبيمثل قبل كده كمان المنتخب الأولمبي الإماراتي في مباراتين قبل كده، وكمان شارك مع فرقته في 19 مباراة أحرز خلالها هدف وصنع هدفين، وبيلعب في مركز خط الوسط الدفاعي. قيمته التسويقية حاليا 550 ألف يورو. نروح لعبد الله الرفاعي. عبد الله الرفاعي الحقيقة مدافع كبير جدا، عنده 25 سنة وبيلعب لنادي خورفكان الإماراتي، لعب مع فرقته خلال الموسم الحالي في 9 مباريات. اللاعب معار من نادي الوحدة الإماراتي، وقيمته حاليا قيمته التسويقية حاليا 75 ألف يورو. نروح بقى أخيرا لعبد الله إسماعيل الرفاعي، ده لاعب الزفرة الإماراتي، عنده 25 سنة بيلعب في مركز الظهير الأيسر، ولعب مع فرقته خلال الموسم الحالي في 20 مباراة أحرز هدفين، وقيمته حاليا 25 ألف يورو. ده كان آخر لاعب معانا من المحترفين، والحقيقة أنه زي ما بقول أنه مهمة جدا أن احنا دايما نسلط الضوء على لاعبين المحترفين برة، وكتير قوي من اللاعبين نفسهم يمثلوا المنتخب المصري، منهم زي ما قال سام مرسي، ونتمنى أن احنا نشوفهم بيتألقوا كمان مش بس مع الأندية بتاعتهم، كمان مع المنتخب المصري.